السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. اليوم الله يحفظكم، اليوم ما بنسوي قرقعة زيادة ولا بنسوي سنابات وايد. شو رأيك صلاح؟ تمام. كل يوم لا لا، يوم هي يوم لا، يومين لا، يوم هي تمام. كل يوم مبزين. ايه انت بلاك اليوم ما تحلقت؟ ليه واحدة يا وحين ترى باتر عندنا الحلاق. ايه شا اسمه؟ ايه دكتور. ايه بس حق الدكتور انت مجشعر؟ ليه ليه بيت لا فلاح عافي. الصبح بكرة إيه؟ عقب الرياضة خلي حلقه لك. زين نسكر الحين متى حلق بسكر؟ لا ما تحلق شوي، هذا في البيت تحلق. في البيت زين، أنا ما يحتاج، ما فيك حق صبر، وبنصير باكر إن شاء الله. قلت لك زين. يا ركب ها هذا ثانك يو. أنا أقولكم اليوم عندي كم من شغلة كم اليوم شيء كم من شغله. شو هذا؟ ها ما في. شو هذا؟ بخير معكم. انت بخير؟ وهذا اللي حين يلعب في صدرك بعد هذا؟ ايه ما في. حتى نسيت شو بقول صار زيقني. لا عادي يا غير حد يرمس داخل صدرك. ها صلاح شو يلعب في صدرك هذا؟ بس شيء تتاكل شيء قطو داخل صدرك؟ وما له بابا بس داخل هذا ما في قطو داخل؟ لا تسمع مياو ما ادري شو يسوي. وين شو اخبارك رقادك البارحة؟ كان زين؟ اي وين رقاد زين؟ رقادك رقم واحد؟ ايه. اشوف صلاح الموضوع هذاك ما اشوفك تجيب طاري. ها؟ موضوع العرس. وين؟ نسيته؟ ايه اللي قلت لك على الراس بتسوي لك شيء. ها مجنون؟ انا ما قبل هذا. انا مجنون. انا مجنون؟ هم قالوا تي ان يوسته بتي في الليل وبتي بالمقص. انتوا تقولوا هاب كلامي انا، ها كلام العرب. هم قالوا ولا عرب مجنون. قالوا لي. حاول واحد هاي. ها؟ ايه. صلاح؟ والله يا ابوك يا ما كان يرمس من هالرمسه حتى ربعها. ربع الرمسة هذه ما كان يرمس. أقلهم. الله كريم. هي والله نطق جريته ينطق الحجر سبحان. ها شو هذا بعير انت؟ اقولكم صلاح عنده اليوم موضوع بيخبركم عنه. ليش؟ لا اليوم يوم تصير تسوي رياضة. ايه شو شفت؟ من الحرمة عجوز. شو بلاها؟ طاح. ليش طاحت؟ جيدة. كيف طاحت؟ شباب؟ ايه تقول كلاب؟ ايه كيف شو يسوي الكلاب؟ لا على فوق هذا في تحت. زين الكلاب شو يسوون؟ وهو؟ لا ما ولد. ها؟ قدم مو شوف هذا. شو؟ دب على الدب هذا. اللي طاحت حرمه. ايه الدبه يعني؟ ايه زين ودوها المستشفى؟ ايه حد كان وياها ولا روحها؟ روحها مع عجوز مع حرمة عيوز؟ ايه وياها بنية دبة؟ ايه ولا بنية دب ويا حرمة عيوز؟ ايوه هذا صلاح وصلتنا نص الحلقة وباقي بس لا آخر الحلقة شو استوى؟ آخر الحلقة شو استوى؟ بس كيف بس؟ بعد الحلقة ما انتهت؟ انت تمشي ايه وقدامك حرمة. ايه عيل انا عند الغصة انت عندها. شو استوى؟ شو استوى؟ توك ترمس؟ شو استوى؟ يلا خبرني. بس عيد القصة مرة ثانية. ما أحب كذا. راحوا. منو كانوا وياك أنت؟ أسد كان وياك؟ إيه. بزقر أسد. هي قولي تعال. كاك. كاي مين؟ داخل؟ إيه إيه. آه كذا. يلا أسد تعال. كاك. أوكي بابو. عليكم السلام اسد. شو صلاح يقول تمشون حرمه؟ احبا عجول اول وين وين هذا والبيت ولا البيت؟ ها داخل طريق فيه حرمه كله. انا بفتح تعال عيني شوي وقف سوي فيديو. ما يترش انت بابا؟ لا نفرات سوي فيديو ما صلاح. اقول انت خالد صلاح الخالدي يقول ايوه ما
بعدين ما طرحت كل الناس فيديو الحين هو يقول ولا كلاب ركضوا وراهم كلاب كلاب شيء كلاب انبحن على صلاح يقول شوف كل صديق ما له بابا انت تابعك كلاب تابعك كلاب انت ايه اصدقائك ايه صدق والله ايه هذا شو هذا بيبي ولا كلب كلب بيت ما هو في كلب صلاح؟ انت صاحي انت تقص عليه نعم. صلاح يقول ان شيء كلاب انبحن على حرمه والحرمه طاحت ما بقالي ما بقالي هنا ولا دبي وين؟ لا لا هنا بيت فلاح انا ما اعرف انا بيت وش هذا؟ وقت رياضه طلع كلنا فراد ما سياره يجي وقفوا في سناب شات يا لدوي يا لدوي ما يطرون عن سيارة لا تبغى تخلي وجفونه شو اسمك يوم يقول الصبح وانتو سارين سووا الرياضة كلاب بحن عليكم الله ما في سلا هذا صبح في يجي وفي الرطوبة أنا أقول سلام ما يروح سلا ممكن هذا نحن ما نطري الرطوبة ها يا سبيك أنت كلاب دوك طقس طقس قريب من بيت هذا واحد خرمة في كلب هذه سلام ايوه عجوز هذا مريض رجل كسر انزين شو عارفه شو يعني في قريب من بيت هذا زين شو بلا شو مستوي بس في مزرعة اشتغل داخل مزرعة ما هي انا سلام في رياضة ويقول سلام حبيبي شوي ما في الطيخ وعندها كلب هي الحرمة ايه في كلب زين ليش عيب ما قلت انت حين الحين صلاح محتجر مكذب عمره حين صلاح انت يا ست كذب صلاح لا بس زين ايه بس زين ايه هي المنهتر انت يلا تشذب انت من لبس الحمر وانت ما بخير تشذب سلو ها شو صلاح تشذب سلو تشلو زين شو البرنامج صلاح ها خيسني من التفافيل دي وين بسير حينه؟ بيت؟ ها؟ بيت؟ وين؟ فلاح بس الفلاح؟ ايه ما بتغدى عندنا اليوم؟ شكوان؟ ليش؟ مي غدانا اليوم هامور؟ ساحة فوق هامور؟ ساحة ما تبي تاكل هامور اليوم؟ لا انا ودام هلاب بن محمد ساحة ما بتاكل؟ لا هامور؟ لا والحل؟ عايز بس دي وين بسير حينه؟ فلاح متى بتينه؟ على العص العصر انزين يلا الله يحفظك ما شيء حبه لا يعني بهوائيه لا تعال هني حبه عوده من الكبار هاي مب من الكبار بعد اكبر عوده لا قلنا لك عوده اعطيتنا وحده صغيره هالبخل يلا باي باي حبيبي سلام على الجو اللندني اليوم الجو اللندني اليوم الجو يا الله يا رب تجعل ايامنا كلها من هالنمونه وخير ما نبى الاسوأ بس علينا يا ابوكم يسدنا هالقيض اللي طاف خدمات جده وتاخر نعم مفروض السنه ما يجي ثلاث سنين قدام ما يجينا حر نعم لان السنه اللي اختفت يا القيض هو عياله فلذلك ابوي نباك يا الشتا يا ابوي الياي هذا اللي علينا تكمل ابوي على الاقل ثلاث سنين ما تفارجنا دخيل والديك الله الله فينا تيمن بس علينا ابوي القيض اللي خطف خدمات جده متاخر فلذلك دخيل والديك الشتا تم شويه اخر السنه يعني يلس حولين تروم تردف حولي الله يحفظكم من الحين في مكتب تسهيل اللي في شو اسمه اللي في نادي الجزيرة لكن خاري يمكن بقول لكم 1000 سيارة 1000 لوزود وداخل إلا وادم ما شاء الله خلق الله ما خلق تسهيل ما في شيء منه القصور الفكرة وايد جميلة لكن العرب تتكدس كلها في تسهيل اللي في نادي الجزيرة اتوقع ان كل انسان لازم مدام يجي يشوف زحمه ما يحتاج انه يتريى من المفروض انه يصير مكاتب تسهيل منتشره في البلاد في العاصمه يعني ما شاء الله اكثر عن مكتب ما بلازم تتيلس في هذا المكان ك-
كذا مكتب، شيء في الصناعية، شيء محمد بن زايد، شيء في مديرة خليفة، شيء في يعني أكثر عن 8 مكاتب تسهيل، أكثر عن 8. فلذلك تكدس مكان واحد هو اللي يسوي الزحمة. كل اللي بيجي يستسهل ويستقرب المكان، لأن نادي الجزيرة في نصف ضبي. فكل اللي يجون يستوي الضغط كله في مكوّف. فبدال الحين اللي يتعايزون يصيرون المركز الثاني للتسهيل. فمن المفروض شفت زحمة بسير المكتب الثاني. الحين تضيع وقتك تجلس ساعتين وساعتين ونص تتريى زامك، مفروض أبوي ما تتريى. بدأ ما تجلس ساعتين يخطف أبوي في الطريق، بخطف طريق 5 دقائق من مدينة خليفة لين مدينة زايد، ومن الصناعية لين خليفة ألف، كلهن أبوي متجربات ما شاء الله، الشوارع طايحة الله مالك الحمد، ولا شيء زحمة ولا شيء يافه. مفروض أنك أنت ما تتريى، شفت زحمة ما بتتريى، ما تريى. ليش أتريى أنا وعطل عمري وعطل العرب وأسوي تكدس؟ ما في داعي. أنتوا لو تشوفون خاري الحين السيائر والمواقف، أكبر موقف في الدنيا العودة هو اللي قدام نادي الجزيرة، ما يبالي رمسة. أكبر موقف في الدنيا موقف اللي قدام نادي الجزيرة، وهذا وما بسادنهم. يعني شو يسووا لكم؟ وين يبوا لكم باركن أكثر عنتي؟ ما شيء يبون. لا، ينبغى لادم يغير بسلوكه. هبل عند هذا استقرب، لازم هذا ما بلازم. أنا صرت توني مكان هناك لقيت زحمة ما جيته، جيت مكان اللي عقبه لقيت زحمة ما جيته. يوم خطفت هالمكان لقيت زحمة، قلت بترية شوية. الله راد إن حرمة ظاهرة وعندها رقم، وقالت لي أبوي أنت خذ رقمي، أنا ساير ما بكمل شغلي، حل مكان ثاني. خذت الرقم وسيدي لست عندهم، ما شاء الله ما قصروا. المكان مرتب ونظيف وغاوي تسهيل، ويخدم شريحة كبيرة من الناس كلها من كل جميع الجنسيات، والموظفين ما يقصرون، والابتسامة موجودة، والإنجاز السريع موجود. لكن العند اللي في المراجعين هو هاي المشكلة. المراجع من يجي يبي يخلص الحينة. ليه يعني؟ ليش يبون يخلصوا لك أنت الحينة؟ نو جنابك، حتى لو تكون من تكون تأخذ رقم تتريع تأخذ نو هذا زين. يلا بس بلار بسعادة خلاص. يا ربي ما أكثرها من الجمعة اللي ردوا علي، وأن التسهيل في كل الدولة زحمة. زين شي يسوون بعد بلاد ما فيها زحمة ما تنشهر، بلاد ما فيها زحمة وما فيها مراجعين، عبارة أنها بلاد خاوية على عروشها، ما فيها حياة. شيء ما في زحمة ما بغاوي، شيء ما في زحمة ما يتشاهد. لازم الزحمة، الزحمة عبارة أن الشيء منتج، شيء جيد. شوف الشيء اللي ما عليه جودة، إن كان دكان وإن كان مكان وإن كان مول وإن كان مكان خدمات، أي شيء إن كان ما عليه زحمة هذا عرف أنه الله شال خيره. اللي عليه زحمة عادة هو شيء الزين، الشيء الزين اللي عليه طلب لازم يكون عليه زحمة. أنتوا غير نمون، تبون تخلصون أموركم ومكان ما فيه زحمة ومميز ما يستوي. يعني بيخلون هذا مكان حقك أنت آدمي روحك، يعني دائرة مليون موظف مليون مرة يستوي. بارك الله فيكم، لازم المكان المميز يكون عليه زحمة. حتى بالليل حتى لسير بعيد، حتى الميالس الحين، الميالس اللي فيها الرمسة الطيبة واللي فيها الأكل الطيب واللي فيها الملتقى الطيب تلقى فيها زحمة، وتلقط ميالس مشرعة صبح ومساء ما تلقط من يوايج عليهم لقطاو ما تحوف قدام بيوتهم. شو السبب؟ لا يطبخون ولا ينفخون ولا سلم ولا رمسة ولا علم ولا خبر. نبيه ما حبيه الميلس اللي لا تفوح فيها العودة ولا تفوح فيه الدلة ولا في كلمة مرحب ولا أهلة ولا سهلة. نبين هنمون الدوائر تسهيل. ليش عليه العرب زحمة هالقدر؟ لأنه إنجاز فيه فائدة. فلذلك العالم تي والله العين صدق رمسكم هل يسوى فكرة تسهيل جزاه الله كل خير. ما أدري التسهيل هذا مال حكومة ولا خصوصي ولا مال أوادم ولا مال شركة، والله جزاهم الله خير. لكن شيء وايد زين، جمعوا كل الحلول في مكان واحد. بارك الله فيكم. أقول لكم كذا شخص بعد مني تسهيل يعطونه رقم يقول إن شاء الله بتريع، يعني خبرونه الاستقبال ترى زحمة عنده، إن شاء الله بتريع. من تخاف 10 دقائق شل الدنيا فوق راسه، تو حاله ولا حالتين سوى نحن من سواء عن طريق قال زي ترقى لك زحمة، خبروك إنه شيء زحمة.
يظهر ويسجلون. والله نحن متريع وتسهيل ما خلصوا. وين بيخلصونك وانت اوراقك ناقصه؟ وين جيب اوراقك كامله؟ ايميلك انت ما بحافظنه؟ كيف يحسولون؟ كيف يسوون لك باسورد وورقه ومعامله؟ ايميلك مش حافظنه يعني، كيف يخلصوا معاملات؟ والله انا اتريع مصح. نسيت الغلط، الغلط منك، الغلط ما منهم، لانك لو زاهب معاملك كامله ليش موجود في كل مكان خدمي شيء استعلامات تصير قبل ما تدخل تسأل هل أنا أوراقي كاملة أخذ رقم ولا لا؟ قلت لا أخذ رقم. ومن تأخذ الرقم، من يأخذ الرقم الله يحفظكم، يتريع 10 دقائق 15 دقيقة، الرقم بيطول. أنت توك يا الساعة 11 وغيرك بيايم من الساعة 9، كيف يعني حين تبي تجلس تبي يخلصونك بسرعة؟ لا، ويظهر معاملته ناقصة ولا أوراق. قال في كل المكان الخدمية في يسألونك قبل شو الأوراق، يا أوراق كامل؟ قال هنا شيكوا لك طور قا ناقصة. قال لا أنا أوراق. وشل الدنيا وعطل عمره وعطل العرب كلها. فبهالطريقة تسوي فوضى. لا، ويظهرون من ويوه المكاتب ينزلون فيديوهات. مفروض والله يا أبوك المفروض إن كل إنسان ينزل فيديو يذم بدائرة ولا مكتب ولا واجهة الدولة، هذا ينرخ بعصا لين يغني حمار ظهره. هنا عن عيب، عيب هاي بلادك حد يعذب. ما بيعزلك، خل عند المسؤول، اكتب كتاب وحط في المقترح في محل الشكاوي. مش تجلس تشهر طيران، يشهرون باتصالات، يشهرون بوزارة. هذا أكبر عيب. الناس بوية البلدان اللي من غير تأخذه بنظرة سلبية تجاه بلادك. فهل أنت حين الحكومة بحكامها بشيوخها بعلمها بخبرها قادتها يطورون من الوضع، وانت تجلس تذم اللوادم، تذم الخدمة هذه كلها، كل الناس يأخذون لك صبح ومساء، وانت تجلس تعذرب مهما يسوون لك من الشغل. والله تظهر خاري تقول هذا والله ما يوز، وهذا انت منو؟ انت كجا مرحبا. ما بيعزلك، اكتب كتاب، اكتب معروض وادخل به. الدواوين طلقة، الميالس طلقة، المكاتب طلقة، مكاتب الشكاوي طلقة. شو كنت الحين الفيديو اللي نزلته هذا وين يصير؟ ما يتم عندك انت روحه، تراك الجسمة على اللوادن. الناس اللي من غير يرتبون لكم الزينة على المايل على، ويذيعون أبوي في البلدان اللي من غير يلسون أبوي يتنقمون في بلادك. أنت يوزلك يعني نجل ما خلص ولا؟ والعيب عب منك، العيب منك أنت، الغلط منك أنت، الخلج والخلل فيك أنت، أنت اللي مقصر، أنت اللي ما أوراقك ناقصة. ومع هذا كله فوق شيء قوات عين بعدني يا رك الله من العرب. والله أنا مواطن لازم أخلص بسرعة. ليش أبوي أنت مواطن تخلص بسرعة؟ أنت خير على العرب، فوق رأسك ريجي. ما تخلص أبوي قبل العرب. أول بادي يخلص اللي جاي قبلك وما أخذ رقم. تخلص قبل العرب أبوي لس في البيت، خلي يخلصونك هلك اللي في بيتك اللي أنت تمون عليهم يمونون عليك. في الأماكن الخدمية من تصير عطوك رقم، تتريع حالك حال اللوادم. ما شيء أبوي حد له أولوية وحد له، ما في هذاك زمانا راح ولا هلا صحينا من هالكثر سنة. اللهم لك الحمد، من طاح مكان الأرقام الحين أبوي تمشي على القانون. حالك حال أي إنسان محترم جالس متكاملة معاملته بيخلصونه. تجلس تبى انك انت تخلص قبل العرب، ما تقدر تخلص قبل العرب. لازم تعرفوا ليش انا حين جاي ظهرت من داخل بعدني ما خلصت يطبعون معاملاتي. جيت بوقف بربيكم بس الباركنات كيف زحمه. هذا كله من شو؟ من العالم. روحهم شوف الله عليكم. هذاك مكتب تسهيل، مكتب مرة ما عليه قصير. لكن العرب أبوي كلها شو تدور؟ تدور القرب والعيازة، متعايزين قنفات فنانة وشاهي وقهوة وطاولات وكراسي. وتي العالم أبوي
ويون العالم ابوي الا قاس الا يعني يضيعون وقت. زين تبى تخلص معاملك سر مكتب ثاني، ما بلازم هذا مال نادي الجزيره. هذا ما بحب فيكم انت اللي هكذا على نادي الجزيره، عاد انا ابوه تحبون نادي الجزيره على العين وفوق الراس، لكن ما بحاج مكوخين على الباركنات كلهن، كل الباركنات اللي قدام نادي. اي والله هذا كله عاد محبه فيه وقرب فيه نادي الجزيره. زين ما شيء مشكله، منو ما يحب نادي الجزيره؟ الناس كلها ابوي تحب نادي الجزيره وتحب الجزيره. يسد اسمه الجزيره على جزيره ابو ظبي، واللي ما يحب ابو ظبي العين ما تشوفه. منو ما يحب ابو ظبي؟ ابو ظبي الناس تحب طاريه وتحب سمعته وتحب صيته، يحافظ على ابو ظبي ومن سكن ابو ظبي. يلا بنا مسعد خلاف.